هذه الأجواء المميزة جرت مباراة أمل العين مريلة وجمعية الخروب. أخطر الفرص في الربع ساعة الأول كانت من جانب عين مريلة، لكنها لم تستغل. الهجمات المرتدة والسريعة لجمعية الخروب انتهت واحدة منها بخطأ على اللاعب دوادي، نفذها حبيش لكنه أخفق أمام براعة الحارس مسعود دبيح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. مع بداية المرحلة الثانية الحكم يمنح أمل عين مليلة ركلة جزاء صدها حارس الخروب ببراعة. الأداء المميز للحارسين في المباراة كان جيدا، ففي الوقت البدل الضائع تألق مسعود دبيح مرة أخرى في كرة ثابتة نفذها حرباش بدقة. الوقت الرسمي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي وكذا الوقتين الإضافيين، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح. أخفق دوادي من جانب الجمعية في تسجيل الركلة الأخيرة من السلسلة الأولى، في حين أهل كباري محمد أمين أمل عين مليلة بتسجيله للركلة الخامسة، وسط فرحة عارمة للاعبي أمل عين مليلة والأنصار.